كيف تتعاملين مع الاختناق لدى الأطفال أكبر من سنة؟ عندما يختنق الطفل يفقد القدرة على الصراخ أو البكاء بصوت عالي ويخرج صوت ق ق ق ق. نوقف الطفل على الأرض ونركع وراءه ونمسكه من الخصر أي عند انتهاء عظمة الحوض بكلتا اليدين. نشكل قبضة بإحدى اليدين ونقيس مسافة أصبعين من فوق الخصر ونضع القبضة مع توجيه الإبهام للخارج، ونضع كف اليد الأخرى على القبضة ونبدأ بالضغط للداخل وللأعلى بأكبر قوة ممكنة. نتابع العملية حتى يخرج الشيء المسبب للاختناق. قد يستفرغ الطفل بعد هذه العملية ويبكي. بكاء الأطفال يدل على خروج الشيء المسبب للاختناق.